عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي، درسنا اليوم في الاستماع والتحدث، دعم للوحدة السادسة. نبدأ مع التمرين الأول. أذكر كلمات تنتمي إلى مجال الحفلات والأعياد، أي كلمات تدخل في معنى الحفلات والأعياد. إذا الآن نبدأ. الفرح، أجل، يمكن استبدال كلمة الفرح بالسرور، السعادة، البهجة، أحسنتم. الاحتفال، الموسيقى أو الأغاني، نعم. الهدايا، الدعوة، إذا عندما أذهب إلى حفلة أكون قد توصلت بدعوة إليها. التهنئة، إذا أهنئ أحبابي بحلول العيد أو بحلول رمضان. المناسبات، جيد. صلة الرحم، إذا في الحفلات والأعياد نقوم بزيارة أقاربنا وأحبابنا. المودة، إذا فهذه فترة لكي لخلق المودة والحب بين الناس. التضامن، وكذلك الكرم. أحسنتم أبنائي. نمر الآن إلى التمرين الثاني. أصل كل حكاية بالشخصيات المناسبة. لدينا في معرض الفرس وخروف العيد، إذا حمو وأسرته إلى أي حكاية ينتمي؟ خروف العيد. سلوى هي بطلة معرض الفرس، نعم. البائع، خروف العيد. الأرملة وأطفالها، خروف العيد. والشيخ الوقور في معرض الفرس. نمر الآن إلى التمرين الثالث. أضع سطرا تحت القيمة المستفادة من حكاية خروف العيد أو القيم المستفادة منها. إذا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أفكر في نفسي ولا أهتم بمشاعر الآخرين، الإنسان الكريم يحبه الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا فكروا. أجل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ماذا أيضا؟ الإنسان الكريم يحبه الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا يجب أبنائي أن أفكر في نفسي وأهمل مشاعر الآخرين. إذا الآن ألاحظ الصورة التالية وأكتب الحدث المناسب لها، ثم أحدد المقطع الذي تنتمي إليه. في ماذا تذكركم هذه الصورة أبنائي؟ في أي حكاية؟ إذا خروف العيد، نعم. إذا الحدث، فرح الأطفال الأرملة بالخروف وصاحوا وهم يقفزون. خروف العيد، هذا خروف هذا خروفنا. إذا أي مقطع تنتمي إليه؟ إذا مقطع التحول. أحسنتم أبنائي، دمتم في رعاية الله، وشكرا لكم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.